عظيم الشرف الحضور بالجامعة الشعبية المغربية لافتتاح الدروس. الآن نحن بصدد إعطاء الدرس الأول حول مدونة الأسرة، سيما الواقع والمتوقع والمرتقب في ظل النقاش العمومي الذي أطلقه صاحب الجلالة بعد الخطاب الأخير بمناسبة تربعه على عرش أسلافه الميامين. هناك مجموعة من التحولات عرفها المجتمع، سيما توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي فرضت تعديلات مرتقبة تكريسا للمساواة بين الرجل والمرأة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي. سوف نحاول أن نناقش مع طلبة مجموعة من المواضيع التي تعرف سجالا بين فريق أصولي وفريق معاصر. لحدود الساعة لا يمكن أن نخوض في التعديلات المرتقبة، هناك تقديرات فقط من مجموعة من الحدثيين تتعلق بأمور فيها خلاف كبير على مستوى النصوص القطعية التي لا يمكن أن يتم تعديلها بشكل سهل، سيما أن أمير المؤمنين صرح أنه لا يمكن أن يحلل حرما ولا يحرم حلالا، بالتالي بعض النصوص القطعية التي سيصعب الخوض فيها مثلا مسألة الإرث، باقي المسائل كلها متجاوزة يمكن الحديث عنها لتحقيق المناصفة فيما يتعلق بالولاية الشرعية ديال المرأة كذلك على الإبن. سوف نناقش ذلك في نظرك. أخير سؤال، النسب المعلن عنها ديال الارتفاع كتشير الارتفاع نسبة ارتفاع نسبة الطلاق هو لسوء تطبيق المدونة السابقة سوسيولوجيا، سوف نتحدث عن هذا الأمر لأن سوء التطبيق هو الذي أعطى هذا الانطباع وأعطى أرقام خيالية فيما يتعلق بتطليق الشقاق، نتمنى أن يتم تجاوزها من طرف التطبيق السليم من طرف القضاء مستقبلا.